مساء الفل والجمال على كل مشاهدين قنوات صدى البلد ومتابعين برنامج صحتك وبس مع دكتورة سارة المهدي. النهاردة حلقة مميزة جدا، هنقلب الفقرات، هنقلب المعادلة اللي انتوا دايما بتدوروا عليها. بتزعلوا مني كل حلقة يا دكتور، بيبقى معاكي عروض ما بنلحقش نحجز، أرقام التليفونات مشغولة طول الوقت، دايما بتخلي فقرة الخلطة الطبيعية والوصفة هي اللي بتبقى أطول فقرة، وبعد كده بقى بتكروتينا في وصفة التخسيس، في عروض التخسيس، في خصومات التخسيس. عرض الكومبو عمل ضرب نار، مثبته لكم بقالي كام حلقة عشان كلكم تستفادوا بالعرض. بيبقى عندنا عدد حصري أو بنقول عليه عدد صغير، لأن المخزن دايما ما بيبقاش موفر الخصومات والعروض أو الباكج الكاملة لعرض الكومبو. خصم 60% على عرض الكومبو، أربع منتجات تخسيس وعليها كورس المالتي فيتامين هدية وكورس كريم شد الترهلات هدية. فعلا ضرب نار، احنا من أول خمس دقايق الحمد لله والله الحمد بيبقى حجز الكورس أو عرض الكومبو. طبعا الباقي بيبقوا زعلانين، بيقولوا يا دكتور ما لحقناش نحجز، أرقام التليفونات مشغولة، بعتنا واتساب وقالوا لنا للأسف الكمية نفذت. النهاردة بقول لكم من أول الحلقة نداء للخصومات والعروض، عرض الكومبو النهاردة، وكمان عليه شهادة مني بإذا مشيتي على العرض 3 شهور ما خسيتيش ولا كيلو وما جابش النتيجة المرضية ليكي اللي أنا بقولك عليها، أقل عدد كيلوات في الشهر الواحد 10 كيلو، ما خسيتيش 30 كيلو في 3 شهور، أنا دكتورة سارة المهدي النهاردة على الهواء بقولك هرجعلك فلوس عرض الكومبو. يعني هتاخدي عرض التخسيس، هتاخدي خصم 60% وهدايا كريم شد الترهلات وأقراص فيتامين د اللي بتزود سرعة الحرق، اللي بتساعد على نضارة البشرة، اللي بتحافظ على الشعر من التقصف والتساقط أثناء فترة إنقاص الوزن. وعليها مني على الهواء بقول أنا دكتورة سارة المهدي اللي هياخد عرض الكومبو مش هيخس هرجعله فلوسه تاني. في اكتر من كده ضمان ليه يا دكتور؟ واثقه المنتجات حاصله على ترخيص وزاره الصحه، المنتجات اصلا كمان امنه تماما على كل مرضى الضغط والسكر اللي عندهم مشاكل في لخبطه هرمونات، اللي عندهم تكيسات دهنيه، اللي عندهم مشاكل في الغضاريف، عندهم مشاكل الشخير او الكرونيك كونستيبيشن اللي هو بنقول عليه الامساك المزمن. الحل الامثل لتخسيس الوزن أو ليه إنقاص الوزن أو ليه علاج السمنة المفرطة هو كبسولات وان سليم وان فيت وان بيرفكت بشهادة وزارة الصحة. مش بس كده، أنا اتصدمت إن في ناس كتير لقيت دكاترة زملاء ليا بطنة، أمراض نسا، جراحة عظام أو عظام، علاج طبيعي، بيكلموني بيقولي أنا عايز أقول لك يا دكتور سارة إحنا جربنا المنتجات، هم معارفي صحابي قالوا جربنا المنتجات مع بعض الحالات فعلا نتائج مبهرة. ابتديت ان انا كمان بقى اعمل معاهم دي، اقول لهم طب ابعتوا لي صور الحالات اللي عندكم وروني. هم بعاد جدا عن قصه التخسيس، بطنه عنده دكتور البطنه ليه يكتب دواء تخسيس، اصلا انا عندي مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم وعنده ارتفاع في الترايجليسرايد. قلت له خس، قال لي طب يا دكتور انا عندي شهيه الاكل، شهيه نهم اكل السكريات، ما اعرفش امسك ايدي، ما عنديش اراده، ضعيف قدام الاكل. قال له طب جرب منتجات كده وان سليم، جابت معاه جول والله، ده جابت معايا نتيجه. على فكره يا جماعه انتوا منتجكم تحفه جدا. ناس قاعده بتتفرج على التلفزيون فجاه بيقلبوا لقى برنامج صحتك وبس، دكتور ساره المهدي بتقول المنتجات دي حاصله على ترخيص وزاره الصحه وامنه حتى على الاطفال من سن 12 سنه، طب يلا جرب مش هخسر حاجه، ده كمان سعرها قليل جدا، ده بيعملوا خصومات وعروض حرق. ما ناخدش من يومكم غير كبسوله واحده الصبح قبل الفطار بنص ساعه، 3 4 كوبايات ميه، يلا جرب ليه لا؟ جبنا نتيجه بفضل الله، كبسولات وان سليم بتنافس العمليات الجراحيه. وصفتي الطبيعية النهاردة التشويقية آخر فقرة من الحلقة عشان ما تقلبوش المحطة وتلحقوا تحجزوا العروض. النهاردة معايا 300 عرض على عرض الكومبو، عرض الشهرين، عرض الشهر الواحد، والوصفة الطبيعية اللي عملها لكم النهاردة وهم مشروب حارق لدهون البطن. اللي عندها مشكله في البطن، طب ما انت قلت كبسوله وان سليم في الشهر الواحد خصم 30%، الكبسوله دي بتستهدف الدهون الموضعيه اللي في المنطقه الواحده، بس في ناس مور ادفانسد كده، في واحده كده بتحب عارف ايه اجيب الدرجه النهائيه في الامتحان، طب ما فيش يا دكتور كده مشروب يساعد اكتر، مشروب يجيب النتيجه بدل ما ننزل 3 كيلو في الاسبوع او 2.5 كيلو في الاسبوع، لا ده انا عايز انزل 5 كيلو، عايز انزل 6 كيلو، عايز انزل بسرعه، عايز ازود سرعه حرق جسمي اصلا، لايف ستايل. يعني ممكن بعد ما تخلصي الكورسات طب انا حاجه كده امشي عليها لايف ستايل تزود سرعه حرقي، تنشط الغده الدرقيه، تحافظ على هرمون الثيروكسين في الدم، هل في وصفه طبيعيه؟ طبعا.
المشروب الحارق لدهون البطن. تاخد مرتين. مكوناته ايه؟ المفاجأة. كملي الحلقة لاخر فقرة، فقرة الوصفة الطبيعية الطبية، لان هي بعلم الاعشاب. عارفين ان العالم دلوقتي بقى يتجه للطب البديل، العلاج بالاعشاب، الناتشورال برودكتس، حتى السكين كير، يعني حتى العنايه بالبشره ابتدوا يقولوا ده منتج طبيعي، ده المواد الفعاله عضويه. ليه؟ بسبب السايد افكت والاثار الجانبيه للادويه اللي بنقول عليها كيميائيه، فعلا بتاثر على، يعني مثلا المسكنات الكتير، باخد مسكن كتير جدا، بالذات مرضى العظم، اللي عنده خشونه في العظم، اللي مش قادر يمشي على رجليه، اللي عنده مشكله في الفقرات، دايما ابيوزر للمسكنات. عارفين المسكنات بتسبب تلف في الكلى، ممكن تعمل قرح، ده معروفه، سايد افكت معروف. انت لو قريت البامفلت بتاعه اي مسكن، الاثار الجانبيه، صداع، دوخه، ممكن يبقى فيه اسهال، ترجيع، ممكن يسبب قرح. ابيوزر او بنقول عليها فرط استعمال المسكنات مشكلة كبيرة على باقي الأعضاء. أنا بعالج حاجة أو بسكن حاجة فبضر حاجة تانية، مع إنك ممكن تكسب في نفسك ثواب. أنا عندي مشكلة في العظم، في الغضاريف، تآكل الغضروف، ده نتيجة إيه؟ الوزن الزائد، الدهون، بدلة الدهون اللي أنت لابسها على العمود الفقري. كلنا الهيكل العظمي بتاعنا قليل جدا، كثافة العظم معروفة، مش هينفع يبقى عندنا مثلا عظم الفيلة. احنا الهيكل العظمي للانسان معروف، لما فجأة ازود عليه وزن، دهون وخلايا دهنية وتجمع كتلي معرفش فين، طب ما لازم العظم يتعب بمرور السنين ومرور الوقت، الغضروف يتاكل. نلاقي دكتور العظم بيقوله يا حاج انت لو ما نزلتش في الوزن هنضطر نغير مفصل ركبة، انت خلاص داخل على الحالة الحرجة، ساعدنا انزل في الوزن. تلاقي الحاجة انا يا ابني ما اقدرش اصلي، دبابيس ونار. انا بقول لكم الاكسبريشن والتعبيرات دي من واقع مرضى انا بسمعها بودني. تقول لي يا دكتوره دبابيس ونار في كعب رجلي، نار في ركبتي، ما بقدرش امشي. يا دكتور ده انا عندي مشكلتي ان انا اصلي، نفسي اصلي كده واركع واسجد، مش عايزه اقعد على الكرسي. احنا عندنا مشكله قعده الكرسي دي تقريبا من فوق سن الخمسين، تلاقي الستات كلها بتتجه للكنبه والكرسي. اصل انا وزني زايد. انا عايزه اقول لك ده انا كنت مانيكان يا دكتور، اتجوزت، حمل في ولاده، حمل في ولاده، اكتئبت، ما رضيتش، ما عرفتش اعمل دايت، عملت وجربت ورجعت تاني في الوزن، ده انا لفيت على عطارين مصر كلها وبرده ما خستش. سابت نفسها واهملت، انا كده كده اتجوزت، كده كده العيال موجوده، يلا بينا المطبخ بقى حياتها، الاكل والطشه والملوخيه والسمنه والزيت والمقليات. فجاه لقيت نفسها داخله الخمسين، هوب قعدت على كرسي وكنبه الخمسين، عارفه تصلي؟ مش عارفه اصلي، مش عارفه اعيش حياتي. عايزه اقول لكم قارنوا نفسكم بالاوروبيين، تعالوا كده نشوف سن بدايه العجز والكرسي والكنبه عندهم سن ال 80، عشان بقى مريض باركنسونيزم مثلا، بقى مريض الزهايمر، ابتدى ان تلخبط الميموريز عنده والذاكره، فابتدى ان هو يقعد على الكرسي، مش ان هو مريض صحيا، لا ده هو عنده مرض الالزهايمر، مش عارف يروح فين ويجي منين، فابتدى يكون مريض قعيد من سن السبعين وانت طالع والثمانين وانت طالع. اعمارنا ليه احنا بتقل؟ امراض ليه احنا اكتر شعب مهدد بالامراض المزمنه؟ الضغط، السكر، تليف الكبدي، لخبطة انزيمات الكبد، التكيسات الدهنية في المبيض، عند المبيض، عند البنات مشاكل جدا، يعني عندها 15 سنة، عندها 20 سنة وتلاقي البنوتة عندها مشكلة، لخبطة هرمونات، لخبطة في البريود، ده بتجيلها 3 مرات، ده بتجيلها بشكل نزيف، ده عندها مشاكل معرفش مين. طفلة 15 سنة، طفلة، لما تلاقي بنتك عندها المشكلة دي ارجعي تاني بصي طبق أكلها عامل ازاي، شكل جسمها عامل ازاي، أكلتيها، أنا ده عايز أبوها، مش عايز أبوها، انت كده زودتيها في الوزن وعملت لها مشكله صحيه. هتتجوز، بعد الجواز حلم الانجاب هيتاخر عندها، وحلم الامومه ليه؟ عشان التكيسات الدهنيه عم بيض. اول ما تلاقي بنتك علامات كده ابتدت تظهر عندها، بريد متلخبطه، هرمونات متلخبطه، دايما حاجه كده اسمها مود سوينج. يعني ايه مود سوينج؟ يعني تقلب مزاجي. بنتك عندها تكيسات دهنيه، لو رحتي عملتي سونار عند اي دكتور امراض نساء هيقول لك عندها تكيسات دهنيه، عملت تحليل هرمونات هتلاقي الهرمونات متلخبطه. تعملي ايه اول حاجه لما تلاقيها زايده في الوزن؟ قبل ما تروحي لدكتور امراض النساء يديها الهرمونات عشان نعادل تاني نسب الهرمونات، تعالي مشيها على كورس التخسيس الامن والمصرح من وزاره الصحه وهيئه وسلامه الغذاء.
كبسوله مين؟ كبسوله وان سليم، بكبسوله واحده بس هتديها لبنتك الصبح قبل الفطار، بتدرس بتشتغل داخله على تغيير وامتحانات وهتغير حياتها تماما، ومرحله انتقاليه لبنتك من ثانويه عامه للجامعه. كبسوله وان سليم قبل الفطار بنص ساعه، ثلاث اربع كوبايات ميه، تبتدي تنزل في الوزن، سد شهيه، تظبطي اكلها، هتاكليها خضار، فاكهه، بروتينات، شوربه. اول ما تيجي بعد كده تقول لك انا عايزه اكل بقى يا مامي نشويات، اعملي لها الهيلثي نشويات. الكبسوله مش هتسمح لها انها تقول لك ماما تعملي لي صينيه كيكه كده، اعملي لي صينيه بسبوسه، ده انا شويه كنافه، مش هتسمح لها. لان كبسولات وان سليم المرخصه من وزاره الصحه بتعمل اربع حاجات: سد شهيه لاطول عدد ساعات ممكنه في اليوم، زياده سرعه الحرق، انقاص في الوزن ميزان ومقاسات، واهم حاجه احساس بالشبع. بتكون بالونه جيلاتينيه وهميه كانك عملت لها عمليه جراحيه بكبسوله شربتها الصبح. طب يا دكتور هل الكورس ده غالي؟ والله يا دكتور انا نفسي اخسس بنتي، بس انت عارفه الحاله الاقتصاديه والدنيا والاسعار. اولا انت هتلاقي نفسك بتوفري في الوجبات والاكل اللي هي بتاكله بالفلوس دي، انت تقريبا في عرض الكومبو ب 15 جنيه جبت لها كبسوله في اليوم الواحد. عرض الكومبو ده مقدم مني انا شخصيا. ليه؟ مع خناقه مع الفريق الطبي، مع الماركتنج مانجر، مع اونر الشركه نفسه. لو سمحت احنا بنوصل للناس منتج بيحافظ على صحتهم وبيعالجهم. يا سلام لو التكلفة تكون ريزنبل، يعني تكون مناسبة لكل الفئات، تبقى في مقدرة أي حد. طب نعمل إيه يا دكتور سارة؟ نعمل عرض الكومبو خصم 60%، هيوصلك أربع منتجات تخسيس. إيه هم الأربعة وإيه هي الجرعة؟ ده اللي هقوله حالا. هيوصلك كبسولة وان سليم اللي هي العبوة البيضاء. هيوصلك اتنين، على فكرة العرض اللي موجود ده دلوقتي معايا على التيبل ده الكورس عرض الكومبو اللي هيوصلكوا. عندكم دلوقتي ايه؟ اتنين وان فيت وان بيرفكت وخصم 60%، كريم شد الترهلات هديه، واقراص فيتامين د. العرض الموجود ده المرصوص ده قدامكم ده عرض الكومبو، عرض خصم 60% هيوصلكم لغايه البيت، شحن ومتابعه مجانا. معايا مداخله قمر اللي بيتفرج ومتابع دكتور ساره المهدي ومش بيفوت ولا فقره ولا حلقه. كان معايا ضيفة جميلة حالة تبني، طلعنا لايف على صفحة وان دايت ودايت لايف، وقلنا اللي هيجاوب على السؤال ده هيكون سعيد أو سعيدة الحظ، هتبقى حالة تبني مجانا من أسرة برنامج صحتك وبس وكبسولات وان سليم. هنخصصها وهنمشي معاها خطوة بخطوة لغاية ما توصل للحلم. كانت ضيفة عندي وخدت الكبسولة على الهواء قدامكو وابتدت معانا الرحلة، عدى سبع أيام فقط عليها، هي معايا دلوقتي على الهوا معايا على التليفون، وتقول لكم نزلنا كام كيلو يا نورهان. الو يا نوره يا قمر، ازيك يا دكتور ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله انا فرحانه قوي. قولي لي يا نورهان وفرحينا وفرحي كمان اللي بيتفرجوا علينا. لا انا عايزه اقول لهم بجد اطلبوا الكورس، انا خسيت 5 كيلو في اول اسبوع. الله هو اكبر، 5 كيلو كانت معايا هنا على الهوا في اسبوع، عدى اسبوع، عدوهم كده 7 ايام 5 كيلو يا نورهان. 5 كيلو بالظبط. طب ايه، بجد فرحانه جدا وفرقوا معايا برضو. الحمد لله. طب احنا مش هنيجي بقى نوري الناس ولا ايه؟ مش هتبقي ضيفه؟ لا اكيد هاجي لكم بالمفاجاه الكبيره بقى اما اخلص. الله، احنا بصوا بنحب التحدي. ناس كتير، بصي الصوره، صورتك يا نورهان، اصل انت طلعتي معايا الهوا فخلاص. ايوه صوره نورهان اهي، كانت معايا ضيفه وحاله التبني من اسره برنامج صحتك وبس وكبسولات وان سليم. نزلت الله هو اكبر. طب ايه، احنا المفروض نقول 5 5 الله هو اكبر ونرقيكي. ما شاء الله 5 كيلو في اسبوع، انت عارفه ان 5 كيلو في اسبوع ده اوفر اكسبكتد، يعني فوق المتوقع، احنا بنقول من 2.5 كيلو ل 3 كيلو. 5 كيلو ده نتيجه مبهره، يا رب نفضل مكملين على نفس الريت. بتاخديه نورهان؟ اي يا دكتور معاكي. بتاخديه بنفس الطريقه؟ اتفقنا هناخد ايه؟ اه اتفقنا بنفس الطريقه بتاعت حضرتك بالظبط. الكبسوله وان سليم البيضة بتاخديها؟ أيوة. قبل الفطار؟ قبل الفطار، والوان فيت باخده ثاني يوم قبل الفطار برضه. لا نفس اليوم، في نفس اليوم. ايوه اول اسبوع قبل الغداء. ايوه قبل الغداء. ده لمده شهر. ايوه لسه احنا في اول شهر، مش عايزه الخبطك بقى اقول لك الشهر الثاني، بس الشهر الثاني لا ما تقلقيش هتاخديها قبل الفطار. دكتوره مين اللي بتتابع معاكي يا نورا؟
دكتوره جهاد. اللهم صل على دكتوره جهاد دي بطله، عايزه اقول لك ان دي نجمه كل حلقه بجد. انت بجد بشكرها جدا مرسي. بجد اطلبوا الكورس يا جماعه بجد، انا خد الخطوه اللي انا خدتها ديت. لا ان شاء الله. بصي الناس اللي سامعاكي وبعد ما شافوا الصوره وسمعوا ان انت نزلتي 5 كيلو وكنتي ضيفه هنا معايا على الهوا، اعتقد ما فيش مصداقيه اكتر من كده. ايوه شكرا يا نورهان على النقاش. بشكرك جدا يا دكتور ساره حبيبتي، ربنا يخليكي وربنا يتم صحته عليكي يا رب، وتكملي حلم انقاص الوزن والتخسيس وعلاج السمنه مكبسولات ونسلم. اكتر من كده ايه؟ دايما بحاول ان انا على قد ما اقدر اجيب لكم حالات ارض الواقع خست. حراميه السوشيال ميديا دايما لما بنروح نسرق السكرين شوت المتابعين اللي مع الفريق الطبي. طبعا نورهان قالت دكتوره جهاد، دكتوره جهاد دي عايزه اقول لكم دايما نجمه الفريق الطبي، على طول معاها حالات بتنزل كيلوات مبهره. الحاج حسين اللي نزل اكتر من 27 كيلو في شهرين ونص، والحاج محمد اللي نزل تقريبا 37 كيلو، حالات نزلت 40 كيلو في 4 شهور. الحاج حسين ده انا اصلا طلبته معايا ضيف، هو عشان مسافر يعني بيجي لنا من محافظه، فبنظبط مواعيده معانا عشان يكون ضيف ينقل لكم رحله نجاحه مع كورس وان سليم. هيقول لكم خس كام كيلو، ده نزل 40 كيلو في 4 شهور، انتم متخيلين؟ كان وزنه تقريبا 156 او 156 او نزل لغايه 125 او 126 كيلو، يعني نزل تقريبا اولموست 30 كيلو في 3 شهور، رقم كبير جدا. ونكمل، عايزه اقول لكم بقى الحاج محمد دلوقتي بقى تقريبا فرد من الفريق الطبي، كل اللي يشوفه في البلد ايه ده انت خسيت ازاي، يقول لهم الفضل بعد ربنا كبسولات وان سليم. ورشح المنتج لاكثر من 27 حالة في البلد عنده، وكل شوية هو يطلب، لدرجة ان الفريق الطبي هو بيعمل ايه بالكورسات دي؟ ده طالب لغاية دلوقتي 27 كورس، شكوا انه يكونوا بيبيعها، لان ده العيلة وعيلة العيلة وصحابي انا بطلب لهم المنتجات، غير اللي بيديهم ارقام تليفونات الفريق الطبي. احنا وصلنا لغاية شاشة التلفزيون وقناة صدى البلد عشان نقول لكم في سحر، في كبسولة حققت حلمكم، حققت المعادلة الصعبة، نزول في الوزن، زيادة سرعة حرق، نزول كيلوات، بدون حرمان، بدون أنظمة دايت مرضية وتقول لك أنا هعمل بقى أنظمة دايت شغل العيانين ده أنا ما بياكلش معايا، أنا لازم أفطر كده رغيفين فول وطعمية عشان أقفل بقي، أنا محتاج سوستة تقفل لي بقي. كبسولة وان سليم حققت السوستة دي. محدش خد الكبسولة وقال أنا بقدر آكل زي الأول، أنا باكل كميات كبيرة جدا زي الأول. محدش خد الكبسولة وقال أنا ما خسيتش. أنا مرة طلعت على الهواء وخدت الكبسولة قدامكم وشربت مية، قعدت يومين مش قادرة آكل، لدرجة قلت لهم لا حرام، لا حرام مش قادرة آكل، وكل ما أجي أغصب على نفسي في أكل مش قادرة، حاسة إن أنا يعني عم سوري أباوت ماي إكسبريشن هرجع الأكل، مش قادرة. ليه كده؟ عشان يا دكتور المواد الفعالة اللي فيه حارقة وكمان بتسد الشهية، فأنت مش محتاجة، وعملتي بالونة جيلاتينية في بطنك فبقت المعدة مدية إحساس إن أنا على طول شبعانة، فالمخ عندي مش مستوعب إن أنا عايز آكل، أشم ريحة أكل، أحط صوص معرفش إيه، عشان أفتح نفسي على الأكل، مفيش مش طايقة مش قادرة أشم ريحة الأكل. كل الفيدباك اللي أنا بقوله ده واللي حصل لي ده كل الناس قالته. كل المتابعين وكل المرضى وكل الحالات اللي مشيت على كبسولات وان سليم، يا دكتور بنقعد اكتر من 8 ساعات مش قادرين ناكل، في ناس بتقعد لغايه بالليل مش قادر اكل. طب نزلتوا في الوزن؟ هل عملتوا رياضه؟ اه اللي بيعملوا رياضه بقى ويتمشوا ويروحوا ويجوا ويزودوا سرعه الحرق طبعا بيوصلوا نتائج مبهره. يعني نورهان نزلت 5 كيلو غيرها نزل 2.5 كيلو، ايه الفرق؟ نورهان مشيت على نظام غذائي مظبوط، وقفت تقريبا سكريات، يعني هي عايزه توصل للنتيجه اسرع. احنا كده كده النتيجة هنوصلها كلنا، بس عايزة أسرع في وقت أقصر، أفضل النتائج في أسرع وقت. طب وظيفتي أنا كدكتورة سارة المهدي أسلط لكم الضوء على الحالات اللي خست، أقول لكم الناس دي بتعمل إيه، طب الفريق الطبي ده بيمشي على أنهي نظام، طب لو أنت عندك مشكلة في الغدة، عندك مشكلة نقص فيتامين د، تعوضي السبلمنت دي إزاي، عندك مشكلة في سرعة الحرق، أنت بتعملي حاجة غلط. ده أنا عايزة أقول لكم الناس اللي بتمشي على أنظمة الدايت بيعملوا حاجات كتيرة غلط. كلمت قبل كده وقلت أنظمة الدايت دي يا جماعة ما هي إلا occasionally diet plan، يعني إيه؟ يعني مناسبات ما تمشيش عليها أكتر من شهر. بيحذروا كل النيوتريشنست والإف دي إيه، بيحذروا إن أنا نظام الغذائي نظام الدايت ما ينفعش أكمل عليه أكتر من شهر. ليه؟ عشان بتقللي سرعة حرق الجسم، بتبوظي المعادلة الكيميائية والبيولوجية اللي ماشية في الجسم عندك، بتلعبي في المخ، ده أنت بتديله إحساس. الست دي بتخش أنظمة حرمان كتير، فبتقولي للمخ أي نقطة دهون داخلة خزنها، أي نقطة سكر خزنها،
بتقلبي جسمك، بتبوظي ساعات نومك، بتبوظي المود. ربنا حلل لنا الاكل، هنيجي احنا كدكاتره تغذيه علاجيه هنيجي نحرمه؟ لا، لكن دايما بنمشي على السنه النبويه، خير امور الوسط، هناكل كل نفسنا فيه بس بكميات اقل. دايما الوسطيه هي احسن حاجه في كل انظمه حياتنا، اكل بقى، لايف ستايل، سوشيال ميديا، اي حاجه الوسطيه. معانا بقى مداخله جميله من استاذ يوسف، بحب دايما كده الصوت الرجالي برضو لما يدخل البرنامج بيزود كده الانرجي، يعني احنا ما بنخسسش الستات بس، ده احنا اكبر ناس واكتر ناس خست الرجال. الو الو، صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا يوسف، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه يا دكتور؟ الحمد لله زي الفل، انت عامل ايه؟ انا يا رب الحمد لله، انا بتابع مع حضرتك من زمان جدا، بشوف برنامج الصبح. ربنا يخليك يا يوسف، انت على راسي حبيبي، تسلم لي، ربنا يخليك ليا يا رب. تمام يا دكتور، انا عندي بس مشكله ان انا داخل عليك كده وعايز انزل وزني، انا وزني كبير جدا وطبعا بعاني منه جامد، فعايز انزله. طب يا يوسف وزنك كام وطولك كام؟ ده اهم حاجه. وعندك كام سنه؟ وزني عندي 19 سنه، وزني بتاع 105 كده، 170. حلو، انت طويل بس 105 دهون كتير على الطول او على البطن. البطن مليانه برضو، عايز انزل البطن. انا محتاج انزل مثلا بتاع 40 كيلو. 40 كيلو عايز تخس في قد ايه؟ احنا عايز قبل العيد، يعني انا نفسي عيد بدم اجيب دم رفيعه عليا. طب احنا قبل العيد هننزل عدد كيلوات حلو، بس هنكمل اللي بعد العيد، احنا ناقصنا اسبوعين او ثلاثه. المنتج ودخلت عملت سيرش على كل كذا حاجه، لقيت ريفيوهات جميله جدا، ناس 30 و50 كيلو، فحبيت ان انا اخد الخطوه. بس انا في حاجه قالوها لي في الكنترول، ان انت قلت لهم وانت بتدردش معاهم ان انت كان عندك مشكله مقاومه انسولين، او ما زالت مقاومه انسولين؟ عندي مقاومه انسولين. انت مشيت على انظمه دايت كتير وكنت توقف وتلخبط وترجع. عندي مقاومه انسولين جامده قوي، طبعا دي منعني ان انا اخد كل حاجه، بس عرفت ان هو عادي ان انا اخد معايا مقاومه انسولين، ان انا اخد الكورس المتاح معايا يعني. وانا سلم. طب بص بقى، الحق النهارده اولا عرض خصم 60% على عرض الكومبو، هيوصلك اربع منتجات تخسيس وكريم شد الترهلات واقراص فيتامين د. اطلبه منين ولا من خلال ارقام التليفونات اللي على الشاشه؟ كلمهم، لو لقيت الرقم مشغول يا مستر يوسف لو سمحت ابعت لهم واتساب او من خلال. طب انا ده باخده ازاي ولا ازاي؟ هقول لك، بص احنا هنمشي اول شهر على منتجين، بص اهم وان سليم وان فيت. وان سليم اللي هي العبوه البيضه دي، ما تقلقش، بقول لك ايه، انا هستنى تليفونك اسبوع جاي تقول لي انا مش عارف اكل، مش قادر اكل. يا ريت بس والله، اسمع والله مني، جبت هديه جميله قوي، ربنا يخليك ليا والله، الدعوه دي اهم هديه. بص يا يوسف، هناخد وان سليم قبل الفطار بنص ساعه، 3 4 كوبايات ميه، وهناخد وان فيت اللي هي العبوه الحمراء دي هتاخدها قبل الغداء. هتمشي على المنتجين دول اول شهر، مش مشكله، في عرض الكومبو وان فيت هيوصلك عبوتين منه، تاني شهر هتمشي على وان فيت بس قبل الفطار، ماشي. تالت شهر العبوه الخضراء، مفيش مشكلة. انت هتتابع معايا وهتتابع مع الفريق الطبي، ولو سمحت يا جماعة يوسف يبقى من الحالات المتابعة معايا انا. انا متفائل، متفائل خير ان شاء الله. ما تقلقش، الله يوصل نتيجة ممتازة مع حضرتك. انت سمعت مداخلة نورهان اللي قبل المداخلة بتاعتك؟ نورهان كانت كتير قوي الصراحة، حالة مداخلات كتير جدا بيخش 30 و35، ده اللي شجعني وعرفت ان هم خسوا، وبخش على الفيسبوك واشوف فيديوهات جميلة جدا. والمنتجات مرخصة، دي أهم حاجة. ما انا اتأكدت من كده، بعتت بيج على الفيسبوك وعرفت ان هي مرخصة ومن وزارة الصحة المصرية. ودايما بنحط معانا اختار، تشوف رقم التسجيل وتشوف اسم المنتج اهو، الاختار معانا يا يوسف عشان تتاكد المنتجات اول ما توصلك ان هي نفس رقم التسجيل واسم المستحضرات. تمام يا دكتور، شكرا يا يوسف. ان شاء الله هبعت دكتور قبل وبعد. طبعا ده انت هتبقى ضيف، صور ايه ده، انت هتبقى بعد شهرين ضيف وبعد شهر ضيف. انا متفائل خير ان انا اخس على ايدك ان شاء الله، بعد ربنا ان شاء الله. وكبسولات وانا اسلم، انسى انسى الدهون دي وانسى الوزن اللي انت بتحلم بيه ده، وبعدين انت 19 سنه انت لسه صغير، هي بس مشكله مقاومه الانسولين وهنحلها ان شاء الله مع كبسولات وانا سليم. شكرا يا يوسف، صباحك ومساك فل وقمر يا رب عليك، شكرا. يوسف حاله لمرض مقاومه الانسولين، انسولين ريزيستنت. مقاومه الانسولين بتيجي ازاي يا دكتور ساره؟ الناس الابيوزر للجلوكوز، الناس اللي بتاكل سكريات كتير جدا، اللي عندهم نهم اكل السكريات مع اتباع انظمه دايت مختلفه، كل شويه اوقف النظام ده وارجع اكل تاني وبعدين اروح امشي على اللي بنسميها اليويو دايت. غلط، انظمه الدايت المختلفه والمتقلبه وان انا امشي على دايت واوقف وامشي على دايت واوقف، غلط، عملت حاجه اسمها مقاومه انسولين. طب يا دكتور مقاومه الانسولين دي مشكلتها ايه او نتيجه ايه؟ نتيجه ان خلايا الجسم
فقدت وظيفتها ان هي تمتص الجلوكوز عشان تحرقه، فجلوكوز الدم بيعلى جدا والانسولين عمال يتفرز من البنكرياس والخلايا مش عارفه تحرق الجلوكوز ده. ايه الفيزيكال ابييرنس او ايه هي الاعراض اللي بتظهر على الجسم لو شفتها او شفتيها على ابنك؟ لان في اطفال من سن البلوغ بيتعرضوا لمقاومه الانسولين وانت مش عارفه ده سبب ايه. داركنينج اوف نيك، يعني سواد الرقبه ومنطقه اللي هي بنقول عليها خلف الرقبه. اول ما تلاقي المنطقه دي سودت قوي، ستات رجاله اطفال، تعرفي عندك مقاومه انسولين، تروحي معمل التحاليل تعملي سكر تراكمي، تحليل سكر تراكمي عشان نعرف احنا عندنا انسولين ريزيستنت ولا لا، ومع كبسوله وان سليم هتختفي تماما ان شاء الله وتحل المشكله دي. طب يا دكتور احنا شفنا حالات قبل كده وسالنا مجرب وبنسال الطبيب، هنشوف دلوقتي حالات معانا خست كانوا ابطال ونجوم وان سليم والفريق الطبي. تعالوا نشوف اول حاله. الله، بصوا اللي بالناس اللي بتدور انها عايزه تخس كيلوات كتيره، طبعا مفيش اكتر من ده، 25 كيلو في 3 شهور. يا سامعني يا يوسف، 25 كيلو في 3 شهور وده سنه اكبر منك، انت سرعه حرقك احلى. طبعا فرق الكرش والتسدي باين قوي، فرق الصورتين، 25 كيلو في 3 شهور. طب تاني بطل من ابطال وان سليم، بطله انا فاكره دي نوال لانها كانت بتتابع مع جهاد، فاكره صورتها وفاكره الفويس ريكورد بتاعها وهي بتزغرط بتقول انا نزلت 40 كيلو في 5 شهور، ده انا سني بقى اصغر دلوقتي، انا حاسه ان انا كنت كبيره وعجوزه، لا 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 انا حسيت بالعجز فعلا لما جربت ودقت طعم الصحه، نزلت 40 كيلو في 5 شهور. عايزه اقول لكم دي نتائج عمليات جراحيه مش كبسوله. الحاله الثالثه 12 كيلو في شهر، وده اقل حاله يعني او اقل عدد كيلوات احنا ممكن نتوقعه مع كبسولات وان سليم، كان 87 كيلو وبقى 75 كيلو، وواضح كمان فرق المقاس، كان بيلبس كاجوال، منطقه الكرش والتسدي، لكن بقى في الفورمال دايما الفورمال ده نثبته معانا زي ايديال كده، زي مثال لينا هل انا هدومي ظبطت ولا لا، نزلت مقاس ولا لا. اخر بطل او بطله، بطله، دي بطله، ده دريس اهو، 25 كيلو في 3 شهور يعني، وباين قوي هي تقريبا نفس الاوتفيت بس وريتولنا بقى كله، يعني كانت بتبقى متضايقه وهي بتصور نفسها فدايما بتبين كده من فوق، 25 كيلو في 3 شهور. الله اكبر على حالتنا، الله اكبر على متابعينا، الله اكبر على اللي نزلوا في الوزن وكسبوا صحتهم. حالات مرضيه كتير نزلت في الوزن، بصوا 25 كيلو في 3 شهور لبنوته، 12 كيلو في شهر، ده أقل حالة نزلت 12 كيلو في شهر. حالة جهاد اللي هي نوال نزلت 40 كيلو في 5 شهور. إيه يا دكتور الأرقام دي؟ هل فعلا أنا ما سلمش للسمنة وأسلم لنقوص الخطر ده وأفضل مكملة وبعد كده أبقى أحوش بقى ولا أعمل جمعية عشان أعمل عملية جراحية؟ لا، هتكسبوا صحتكم من النهارده. طب يا دكتور عروضنا وخصوماتنا ما بنلحقش نحجز، ما بنلحقش العروض. ابتديت الحلقه مش بالوصفه، قلنا الوصفه اخر الفقره او اخر الحلقه، وصفه طبيعيه، مشروب حارق لدهون البطن هناخده مرتين في اليوم. طب يا دكتور العروض بتاعتنا ايه؟ خصم 60% على عرض الكومبو اهو، 4 منتجات تخسيس عليهم كريم شد الترهلات هديه، اقراص فيتامين د هديه، وخصم 60% حرق أسعار. الحق يا هانم والحق يا بيه. عرض الشهرين خصم 40%، لو انتوا عايزين ما بين 10 كيلو 20 كيلو بس، عايزين نخس 15 كيلو 16 كيلو، عايز امشي على الكورس لمدة شهرين، هيوصلك منتجين تخسيس وعليهم كريم شد الترهلات هدية وأقراص فيتامين د هدية، وخصم 40% والشحن والمتابعة على كل كورساتنا مجانا. وشهر اللي بنقول عليه حرق المناسبات، عايزه احرق الدهون الموضوعيه في منطقه واحده بس، عندي ارتفاع في منطقه البطن، عندي الحزام البطني مضايقني، منطقه الارداف، انا الجسم الكمتري التفاحي، عايزه اعمل ريشيب لجسمي، نحت الجسمي، عرض كورس النحت اللي هو عرض الشهر الواحد وان سليم وعليه
اقراص فيتامين د هديه وخصم 30% والشحن والمتابعه مجانا. اي حد عايز يتابعنا من خلال ارقام التليفونات يبعت رساله على الواتساب هنرد عليك مجانا. عندك مشكله صحيه مجانا. دايما اللي بيدعمني ويقوي قلبي اختار وزاره الصحه. رقم التسجيل، اسم المنتج وان سليم، اسم الشركه المالكه للمنتج، ايه الغرض والهدف من المنتج؟ انقاص الوزن، علاج السمنه، تنزيل الوزن. اختار وزاره الصحه بيقول ان كبسوله وان سليم مواد فعاله طبيعيه 100% امنه على مرضى الضغط، السكر، كبار السن، حتى الاطفال من سن البلوغ 12 سنه. بتمشوا على ادويه كتير، بتاخد برشامه الضغط، السكر، كل ده مش هيتعارض مع كبسوله وان سليم، بالعكس انت مشكلتك الصحيه هتزيد. الناس المهدده بالاصابه بمقاومه الانسولين او اللي عندهم مقاومه انسولين، علاجها ايه يا دكتور؟ علاجها انقاص الوزن. اول حاجه علاج السمنه، لو عملنا جوجل سيرش علاج مقاومه الانسولين انقاص الوزن من خلال كبسوله وان سليم المرخصه من وزاره الصحه. طب عايزين نشوف حالات، عايزين نشوف الفقرات، الضيوف اللي كانوا معاك يا دكتور ونزلوا في الوزن، عايزين نسمع اراء العملاء من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحتنا وان دايت ودايت لايف، او صفحه البرنامج صحتك وبس، عشان عشاق الوصفات الطبيعيه اللي عايزه تطول وتزود كثافه الشعر تشوف الوصفه الطبيعيه بتاعت كل الحلقات. الناس اللي عايزه تزود سرعه الحرق عملنا وصفات طبيعيه كتيره جدا لطول وكثافه الشعر، لعلاج تساقط الشعر، لعلاج قشره الشعر والصدفيه والاكزيما. الناس اللي كانت عايزه تفتيح للمناطق الحساسه عملنا لهم وصفه طبيعيه، كانت في عروسه ومستعجله. ارائكم دايما بنفتحها من خلال صفحتنا على الفيسبوك صحتك وبس، وبنقول نفسكم تبقى الوصفه والخلطه الطبيعيه ايه الحلقه الثانيه، عايزين اعمل لكم وصفه لعلاج ايه الحلقه الثانيه، بناخد ارائكم وبنشوف اعلى الاراء، ودايما بعملها لكم مفاجاه الحلقه الثانيه. معايا مفاجاه بقى، انا ما بحبش كده اقول كلام وخلاص. احنا شفنا نوال اللي خست مع دكتوره جهاد 40 كيلو في 5 شهور، لا ده انا معايا بطله من ابطال وان سليم على الهوا دلوقتي، ام منال. ام حسام، يا ام حسام السلام عليكم. عليكم السلام، بتكلميني الاول منين يا ام حسام؟ من محافظه اسيوط مركز ساحل سليم. اهلا وسهلا باسيوط واهل اسيوط، وانتوا حبايبنا في كل مصر. الله يخليك يا بنتي، الله يخليك يا دكتوره، الله يبارك لك. الله يخليك. طيب بصي انا عايزاكي كده تفرحي قلبي كده وتفرحي قلب المشاهدين، خسيتي كام كيلو على كبسوله وان سليم؟ لا بسم الله ما شاء الله. الاول انا على فكره عندي الغده الدرقيه اللي جسمي ما بينزلش، بس بسم الله ما شاء الله خدت وبطلت العلاج بتاعها بسم الله ما شاء الله في 5 شهور، خسيت 30 كيلو ولسه انا ما خلصتش باقي المنتج، وطالبه 16 منتج من حضرتكم. الله اكبر، ايه ده انت بقيت تبيعي المنتجات لاسيوط ولا ايه؟ ايوه كل اللي شافني دكتوره ام حسام. ايوه تبع دكتور اسلام بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لكم. ده انا تعبت كتير في الخسسان، جسمي ما نزلش خالص، بس بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم فعلا، وربنا يديكم ويفرحكم يا رب، ويديكم نجاحان كمان وكمان وكمان. حبيبتي ربنا يخليكي، الدعوات دي اهم حاجه والله العظيم. انا بستنى دايما يقولوا لي حالة خسيت، اقول لهم ايوه الدعوه خليها تدعوا لنا على الهواء، تدعي لفريق الطب والمنتج. الله يبارك لكم الله يبارك لكم فعلا يا دكتوره، الله يبارك لكم. ربنا يخليكي يا حسام، ربنا يخليكي ويتم دايما صحته عليكي، وتكملي كده رحله انقاص الوزن بكل صحه وسعاده. لا الحمد لله، ده انا كان عندي حاجات كتيره في جسمي ما كنتش اقدر امشي، وكان عندي الغده الدرقيه، وكان عندي نقرس، وكان عندي ركب وجعين، كله الحمد لله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بقيتي دلوقتي شباب، الله اكبر. كنت بتاخدي أيوة. كنت بتاكلي مع الكبسوله ولا كانت بتسد معاكي الشهيه؟ بتسد معايا الشهيه، بس ما كنتش ممنوعه من اكل كل حاجه باكلها. طب كويس، يعني بناكل كل اللي نفسنا فيه، بس الكميات قلت؟ الكميات قليله خالص، ونزلت معايا الدهون بسم الله ما شاء الله. يعني دكتور اسلام ما كانش بيحرمك من حاجه؟ لا جميل جميل فعلا. هقول لك اول مره انا استعملت حاجات كتير، وجبت حاجات كتير من التلفزيون، واشتغلت مع دكتور التخسيس برضه، جسمي ما رضيش ينزل. لا انت مع وان سليم فرقتي اهو، ونزلنا في الوزن. لا ما كل اللي شوفني، بص بسم الله ما شاء الله، كل اللي شوفني يقول له طلبوا لي المنتج باسمك يا ام حسام. الله اكبر عليكي. لا ام حسام انت ليكي جايزه وهديه مني انا شخصيا، مع اول اوردر هيوصلك للحاله اللي انت طالبه لها الاوردر، في هديه من عندي كريم شد الترهلات واقراص فيتامين د هديه ليكي يا ام حسام. الله يبارك لك يا دكتوره، الله يبارك لك، الله يخليك وربنا يخليكم ويخلي المنتج بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لكم فيه. الله يخليكي، شكرا يا ام حسام على المداخله القمر دي، ربنا يخليكي، شكرا. شفتوا
الناس اللي نزلت في الوزن كسبت صحتها ازاي؟ سامعين السعاده اللي في الصوت فرق، اللي بيتصل يقول عنده مشكله واللي يتصل يقول الله اكبر انا نزلت. طب ام حسام نزلت 27 كيلو تقريبا طول في 3 شهور، خدت انهي عرض؟ حصري النهارده العرض 300 عرض بس اللي معايا من كل العروض والخصومات، الحقوا قبل نفاذ الكميه من المخزن. عرض الكومبو خصم 60% هيوصلك 4 منتجات تخسيس، وانا دكتوره ساره المهدي على هوا بقول لكم اللي هياخد كورس او عرض الكومبو وما خسش فلوسك هترجعك من جيبي انا الشخصي. عرض الكومبو 60%، كريم شد الترهلات هديه، واراز فيتامين د هديه، واربع منتجات تخسيس، كبسوله وان سليم واثنين وان فيت وكريم وان بيرفكت. طب يا دكتور عرض الشهرين، لو انا همشي على العرض لمده شهرين خصم 40% على كبسوله وان سليم وان فيت وعليها كريم شد الترهلات هديه والشحن والمتابعه مجانا. كورس الشهر الواحد حرق دهون البطن، حرق دهون منطقه اللغد، اللغد دي بتبقى مشكله عند ستات وبنات وشباب كتيره جدا. هل في كبسوله بتحرق الدهون الموجوده في المنطقه الواحده؟ ايوه، كبسوله وان سليم هادفه لمنطقه الدهون اللي متجمعه في منطقه واحده زي الأرداف زي الكتاف. ودايما اختار وزارة الصحة معايا بيدعمني وبيقول لي دايما ختم النسر كده بشوفه قلبي بيرفرف، ايه ده المنتج آمن، وان سليم ما بيسيبش اي اثار جانبية، ما بيلعبش في كمية المخ، ما بيأثرش على نبضات القلب. ناس كتير جابت منتجات مجهولة المصدر تقول كنت بدوخ، كان نبض قلبي بيعلى، كان فيه هبوط في الدورة الدموية، كان عندي مشكلة خفقان في القلب، دايما اون ديبريشن مود، دايما بخش مود اكتئاب وببقى قرفان من حياتي عشان دي مواد كيميائية. لكن منتجنا وان سليم مرخص وزارة الصحة، منتجات طبيعية، بيزود سرعة الحرق، بيقلل عدد ساعات الجوع، بيسد الشهية، بيزود سرعة أو إحساس الشبع لأكتر من 8 ساعات، بيقلل على الميزان والمقاسات. عروضنا حصري، تلحقوا تحجزوا العروض. أطلع فاصل أسأل الفريق الطبي باقي كام عرض عشان الناس اللي لسه ما حجزتش، وهرجع لكم بالوصفة الطبيعية. ما تغيروش المحطة، لأن الوصفة النهاردة مشروب حارق لحزام البطن، للدهون اللي في البطن. لكل ست ولدت اقعدي وتفرجي معاكم بعد الفاصل دكتورة سارة المهدي، برنامج صحتك وبس. ورجعنا لكم بعد الفاصل لعشاق الوصفات الطبيعية والخلطات الطبيعية المقدمة من دكتور سارة المهدي. بس قبل ما نقول الوصفة الطبيعية هي بتعالج ايه؟ بتحرق دهون منطقة البطن، اللي عنده كرش، اللي عندها منطقة بطن الولادة، اللي على طول قاعدين على كراسي طول الشغل، بنقعد أكتر من 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة دكتور في الشغل على كرسي، فطبعا الظهر بيبقى مقوس وعندنا مشكلة تجمع الدهون في البطن. البطن دي بتضايق أي حد، العروسة اللي مقبلة على الزواج، رجالة، ستات، شباب، والله وأطفال كمان، منطقة البطن مشكلة كبيرة ودهون منطقة البطن مشكلة كبيرة. طب يا دكتور سارة قبل كده ما تقولي احنا حجزنا العروض، كان 300 عرض معايا من اول الحلقة، باقي 150 عرض فقط. 150 عرض ليه؟ عشان تعرفين اول حاجة بيقولها لي الفريق الطبي، يا دكتور الناس بتكلمنا بتقول احنا عايزين ناخد العرض اللي دكتورة سارة ضمناه وبتقول هرجع فلوسكم لو ما خسناش. يعني ما بيقولوش عرض الكومبو، بيقولوش عرض خصم 60%، لا، اصل دكتوره ساره المهدي قالت على الهوا اللي هياخد عرض الثلاث شهور وقعد ثلاث شهور على العلاج ده وعلى الادويه دي وعلى كبسولات وان سليم وما جابش نتيجه معايا وما نزلش في الوزن، قالت هترجع لنا فلوسنا. في اكتر من كده مصداقيه وضمان؟ لا، في اختار وزاره الصحه، ان المنتجات مرخصه من وزاره الصحه، المنتجات حاصله على اختار هيئه وسلامه الغذاء، بتقول منتجات وان سليم لعلاج السمنه المفرطه، لانقاص الوزن، لعلاج الوزن الزايد، لنزول دهون البطن، دهون الارداف. طب سريعا كده يا دكتور ايه العروض قبل الوصفه الطبيعيه؟ عرض الكومبو الحصري اللي انا دايما بضمنه، اللي هياخد عرض الكومبو وما يخسش في 3 شهور الكيلوات او ينزل في الوزن او في المقاسات هرجع لك فلوسك. كلمني على الهوا وادخل لي مداخله وقول لي انا ما نزلتش في الوزن يا دكتور، عايز فلوسي، رجع لك على الهوا. خصم كام؟ 60%، 4 منتجات تخسيس عليهم كريم شد الترهلات هديه وقراص فيتامين د هديه والشحن والمتابعه من خلال ارقام التليفونات او من خلال رسائل على الواتساب، ارقام تليفوناتنا بس اللي موجوده على الشاشه،
مجانا او من خلال موقعنا على السوشيال ميديا. ادخلوا على صفحه فيسبوك وان دايت ودايت لايف، اتفرجوا على الحالات اللي خست قبل وبعد، شوفوا اراء العملاء والمرضى اللي سبقوكوا في خطط نجاح انقاذ الوزن، الناس اللي خدت الخطوه ونزلت في الوزن. ولو عندكم اي اراء، عايزين وصفات طبيعيه، عايزين تتواصلوا معايا انا شخصيا من خلال صفحه الفيسبوك، صفحه البرنامج صحتك وبس. مستنيه تليفوناتكم، مستنيه ارائكم. النهارده الوصفه الطبيعيه بتاعتنا يا دكتور ساره، هل الوصفه الطبيعيه دي هنعتمد عليها بس مع الكبسوله لتخسيس منطقه البطن؟ عارفين كده لما نعمل ننجح في الامتحان وجبنا 98% بس انا عايزه اجيب ال 2% الاخرانيين، عايزه اجيب 100%، هي دي الوصفه مع كبسوله وان سليم. هنعملها ازاي يا دكتور مع الكورس؟ اولا مقادير الوصفه: شاي اخضر باودر او زي ما انتم شايفينه دراي كده، احنا جايبينه دراي، يعني شجرة الشاي نفسها اهي، الورق نفسه اهو ناشف، كمون حبه كده مش باودر، ما تخلطهوش. عايزه اقول لكم الباودر وان انا لما بعمله بيفقد بعض الزيوت اللي موجوده، وشمر او بنقول عليها الشمر على حسب بقى انتوا ايه، شمر هي حبوب الشمر. الناس بقى اللي تقدر على الليمون، عشان بعض الناس بيقولوا لا الليمون بيعمل لي حرقان، لا ده بيعمل لي حموضه، عصره ليمونه. هنعمل الوصفه دي مع كبسوله وان سليم. هاخد الكبسوله الصبح، اشرب 3 4 كوبايات ميه. ليه؟ عشان المواد الفعاله السيليوم سيدز وبذور السيليوم والسيليوم ماسك والجارسينيا كامبوجيا وفاكهه المانجا وفيتامينات اي وسي واي وفيتامين د والال كارنتين والكروم، كل ده في كبسوله واحده. لان وزاره الصحه قالت بيان تركيب الكبسوله بتحتوي فعلا على المواد دي وبالكميات وبالتركيزات اللي موجوده في اختار وزاره الصحه. الكبسوله هتشتغل بعد نص ساعه. اعمل المشروب ده طبعا، هسخن ميه كويس جدا، ميه مغليه اهي. اللي عايز بقى يعمل الوصفه دي ويغلي كله مع بعض حلو قوي، شاي الاخضر كده ورق. اللي عايزه تخلي الوصفه بتغلي اصلا على النار، يعني تاخد معلقه من الشاي الاخضر تحطه في براد مع معلقه من الكمون والشمر وتعمل عصره ليمونه وكله مع الميه على النار يغلي، حلو جدا. انا عشان بس النهارده معايا بويلر، هاخد معلقه من الشاي الاخضر، معلقه من الكمون، معلقه من الشمر، وهنجيب بقى الميه السخنه، احنا عشان بويلر اهو، واعمل كوبايه كوب مج. طب يا دكتور ده هتبقى الحبوب كده موجوده، طب ما اضربهاش واعملها باودر؟ لا، عارفين قصة الفاكهة لما بقشرها بتفقد قيمتها؟ القشرة دي سبحان الله ربنا خالق فيها عناصر غذائية، خالق فيها زيوت غير الثمرة من جوه بالظبط. الحباية نفسها لما هي الكمونة نفسها كده، ورقة الشاي الأخضر في زيوت، في فولاتايل أويل ونان فولاتايل أويل، في زيوت، لو عملناها باودر هتتفقد، هتنشف، هتتبخر. لا احنا عايزينها زي ما هي كده. طبعا انا مش معايا بس ليمونه، اللي عايز بقى يزود ويبقى ادفانسد كده ويحط ليمون اوكي. بصوا شكل بقى الايه، اللي عايز يجيب مصفى بقى ويصفي كل ده يسيبها يغطيها، نغطي البطرمان ده كده بغطا ماشي، نسيبها مثلا ايه نص ساعه. انا ما احط لكم كده معيش الغطا بتاع البطرمان، هسيبها نص ساعة وبعدين أصفيها مصفة صغيرة واشرب المشروب ده. عايزة تدفيه تاني عشان أنا ما بطقش المشروب يكون ساقع، لازم يكون دافي أو سخن، دفيها. طب أخدوا الوصفة دي كم مرة؟ الصبح على الريق بعد الكبسولة بنص ساعة كبسولة وان سليم، أو بالليل قبل النوم. عايزة أقول لكم الوصفة دي لتهيئة وتهدئة الأمعاء، الجهاز الهضمي، طارد للغازات، بتعالج او بتزود حركه الامعاء الدقيقه للمصابين بالكرونيك كونستبيشن اللي عندهم الامساك المزمن، دول ما بيدخلوش الحمام يعملوا سطول بالثلاث اربع ايام، الاكل كله فوق بعضه في الامعاء الغليظه والدقيقه، يا عيني دول بيبقى عندهم مشكله كمان القولون العصبي. الوصفه دي لحرق دهون البطن، الوصفه دي لعلاج القولون العصبي، طارد للغازات، مهم جدا للناس اللي عندها الكرونيك كونستبيشن او الامساك المزمن، وكمان حرق الدهون.
طب سريعا كده فكرينا بعروض ايه النهارده؟ كان معايا 300 عرض بقى 150 عرض يا عالي، معرفش كام عرض دلوقتي، من خلال ارقام التليفونات احجزوا العروض وقولوا عايزين عروض دكتور سهره المهدي لبرنامج صحتك وبس. العروض مقسمه كالاتي: عرض الثلاث شهور او بنقول عليه عرض الكومبو خصم 60% وحصري بس في برنامج صحتك وبس. والنهارده بقول لكم اي حد هياخد عرض الثلاث شهور وما خستش هرجع لك فلوسك على الهواء. هيوصلك اربع منتجات تخسيس عليها كريم شد الترهلات هديه، وكمان اقراص فيتامين د هديه لو انت زايد في الوزن اكتر من 30 كيلو، لكن لو زايد ما بين 10 كيلو 20 كيلو يبقى افضل كرسي ليك النهارده كرسي الشهرين، وهيوصلك منتجين تخسيس وان سليم وان فيت وعليه كريم شد الترهلات هديه واقراص فيتامين د هديه وخصم 40% والشحن والمتابعه مجانا. كرسي الشهر الواحد بنقول عليه كرسي النحت الريشيب، تعديل شكل الجسم، انقاص المنطقة الموضعية، الدهون الموضعية المتجمعة في منطقة واحدة، بطن، الكتاف، الأرداف، الدراعات، اللغد، في مناك كتير بيبقى عندهم مشاكل في منطقة واحدة، مفيش كده كبسولة سحرية خدها من غير نظام دايت تنزل لي دهون البطن، طبعا موجودة في كورس الشهر الواحد خصم 30% ودايما معايا اختار وزارة الصحة ببتدي بيه الحلقة وبختم بيه الحلقة عشان اقول لكم المنتجات طبيعية آمنة على مرضى الضغط، السكر، أي مريض أمراض مزمنة، على كبار السن، وكمان آمنة على الأطفال من سن البلوغ سن 12 سنة. اي مامي عندها ابن بيعاني من السمنه ما تتردديش وعالجي ابنك من تنمر المجتمع، من هو لازم يعيش حياته وسنه يلعب مع الاطفال، يلبس اللبس اللي نفسه فيه، يتحرك ويتنطط ويلعب الرياضه اللي هو نفسه فيها، واهم حاجه منهم مشكله التنمر، كبسولات وان سليم ما بتعملش اي مشاكل صحيه اي امراض، بالعكس انتوا بتمشوا على العلاج مع ان انتوا بتاكلوا كل الاكل، مفيش حرمان، لكن بكميات اقل لان الكبسوله ما بتسمح لكيش ان شهيتك تكون مفتوحه، مفيش حاجه اسمها الجوع العاطفي، مفيش حاجه اسمها الشهيه المفرطه، مفيش حاجه اسمها نهم اكل السكريات او المقليات، كل ده بنتحكم بيه طبعا بعد فضل الله بكبسوله وان سليم مرخصه من وزاره الصحه. تواصل من خلال ارقام التليفونات او تبعتوا رساله واتساب لحجز العرض او من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا برنامج صحتك وبس وان دايت ودايت لايف. كان معايا النهارده فقرات ومداخلات كتير، ام حسام اللي خست 27 كيلو في 3 شهور، وكان معايا ناس كتير واهمهم نورهان الحالة التبني اللي طلعت من سعداء الحظ وخدت كورس وان سليم هديه من برنامج صحتك وبس، نزلت 5 كيلو من اول اسبوع الحمد لله ولسه مكمله معانا في النظام الصحي واكسب صحتك في صحتك وبس مع منتجات وان سليم المرخصه من وزاره الصحه. عايزين تقولوا افكار وصفات طبيعيه وخلطات طبيعيه ادخلوا على صفحتي على الفيسبوك صفحه صحتك بس، قولوا لي عايزين الحلقه الثانيه وصفه لايه؟ الشعر والبشره ولا وصفه تخسيس؟ اشوفكم على تخسيس، اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج صحتك وبس على قناه صدى البلد 2.